لطالما كان توفر الكهرباء هاجسا يؤرق مواطني الجنوب الجزائري، لكن الإصلاحات الهيكلية للدولة التي تتجسد يوما بعد يوم ستمكن من سد حاجيات مواطني الجنوب من هذا المورد الطاقوي الهام. ففي اجتماع مجلس الوزراء الأخير أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعميق دراسة مشروع ربط شبكة الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد، حثا على أن يكون إنجاز المشروع مرحليا وأن تكون الأولوية للمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة باعتبارها الأكثر استهلاكا للكهرباء، ثم الانتقال إلى توسعة المشروع ليشمل باقي المدن. هذا في الحقيقة سيؤدي إلى استدفقية هذا المنتوج، سيؤدي إلى استمرارية هذا التدفق، وبالتالي يلغي الانقطاعات اللي كانت موجودة في السابق، ويضمن الإمداد المستمر للطاقة الكهربائية إلى سكان الجنوب، بما يؤدي أنهم يعيشوا حياة رفاهية عادية. يجب أن تكون دراسة عينية توضح الصعوبات الحقيقية، من أين ستمر هذه الشبكة، هذا اللاين بالضبط أين تمر، لأنه كل ما كانت الدراسة حقيقية تمويل أو إعداد الميزانية لهذا المشروع تكون حقيقية. لأننا مناش محتاجين أن ننطلق في المشروع تكون دراسة حقيقية نستطيع أن نرصد الأموال الكافية لهذا المشروع الذي ننتظره بفارغ الصبر أن ينطلق حتى نتخلص نهائيا من هذه الكهرباء. دراسة إمكانية تقوية الشبكة الكهربائية في كل من بشار، أدرار، ورقلة وعين صالح، ريثما يتم ربطها بالشمال حسب ما أمر به رئيس الجمهورية، وذلك نظرا لزيادة احتياجات المناطق الجنوبية للكهرباء خاصة فصل الصيف، وفي ظل توسع النشاطات الاقتصادية والتنموية بالجنوب، ومنها مخطط تموين خطوط السكك الحديدية الرابطة بين العاصمة والجنوب بالكهرباء، والذي سيلبي حاجيات المستثمرين الوطنيين والأجانب الذين شرعوا في تجسيد مشاريعهم في المناطق الصحراوية. القطار الذي سيربط العاصمة بمدن الجنوب الكبير سيغطي ويلبي كل احتياجات المستثمرين الوطنيين والأجانب الذين شرعوا في بعث مشاريع كبيرة في المنطقة، لا سيما مشروع إنتاج حليب البودرة مع الأشقاء القطريين وتربية الأبقار الحلوبة، كذلك المشروع الواعد مع إيطاليا لإنتاج الحبوب في ذات المنطقة. يضاف إلى كل ذلك الاستثمارات الفلاحية الكبرى الموجودة الآن في المنطقة. اعتماد تقنية مد خطوط الكهرباء في باطن الأرض بدلا من الأعمدة لا سيما في المدن هو ما وجهه رئيس الجمهورية لوزير الطاقة، تعزيزا للأمان من التأثيرات الطبيعية وتفاديا للخسائر، إضافة إلى تكلفته المنخفضة. ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد، المشروع الواعد الذي سيكلف 200 مليار دينار من قبل شركات جزائرية عمومية وخاصة، مشروع بإمكانه حل أزمات متعددة على مستوى المناطق الصحراوية في إطار رفع الغبن عن المواطن وتحسين المستوى المعيشي للسكان وتنفيذ الاستراتيجية المسطرة للتنمية المحلية.